مشاهدينا مرحبا بكم معنا في هذا الحوار الفني اللي غنصادفوا من خلاله واحد من كوميديين الشباب اللي استطاع في الفترة الأخيرة أنه يبصم على مسار متميز من خلال مجموعة من الأعمال اللي قدمها الجمهور ديالو. باسمكم كنرحبوا برضوان أسرموح سكيزوفرين، مرحبا بكم معنا خويا. الله يحفظك، تحية ليك، الله يكبر بيك، تحية للمشاهدين ديال أخبارنا والمغاربة فين ما كانوا اللي كيتبعونا بطبيعة الحال. سيرضوان، بغينا في البداية نباركوا لك المولود الجديد تياترو كوميك. الله يحفظك، الله يخطيك. كيفاش جات الفكره ديال انك دير هذه الفرقه الجديده من بعد واحد المسيره اللي كانت موفقه رفقه بومبا كوميك؟ واولا يعني ماشي مولود جديد، والبلان هو انه فقط بدلنا الاسم. البومبا كوميك ربما باقا هي نفس الاعضاء كاينين، الفرقه كامله بطبيعه الحال من تال زاد، شي وحدين اللي مابقاوش معنا، وهذا اختيار ديالهم بطبيعه الحال. اللي كان هو ان البومبا كوميك كنا بدينا هذا باش في 3 مع شركه انتاج كوميدي برود اللي كان بطبيعه الحال فيها انور خالد هو المسؤول والمدير ديالها. انا كنت شاد الاداره الفنيه وكان شاد اداره الاعمال. من بعد ما تفاهمناش في هذه المده هذه، يعني مؤخرا كانوا شي حوايج كيف ما كيكون طبيعي. سمعنا كان شي خلاف ربما بينك وبين انور؟ نقدر نقول خلاف مادي، ماشي انا ربما ليكيب كامله، هو خلاف مادي فقط، وهذه مساله عاديه كتكون كاع مع لي بواط برودكسيون بطبيعه الحال. فهادشي اللي خلانا اننا نديرو شركه خاصه بنا يعني نستقلوا نخدموا براسنا. فكتولي مضطر انك تبدل الاسم، حيت الاسم هذا كان متعلق بطبيعه الحال بهذيك الشركه. ودرنا تياترو كوميك والحمد لله راه ديجا بدات كتشد عند الجمهور، بداو كي بدات كترسخ لهم في الذاكره ديالهم. ماديا واش كان سهل انك تبدا مسار جديد بوحدك مع الفرقه ديالك؟ لا، ما صعيبش، غير هو كتجيني من الاحسن انك دير مجهود اللي غادي يكون طبيعه الحال ربما قاصح لك معنويا وماديا. وحنا داير كنتقاتلوا من جيبنا، باقي ما كاين لا سبونسور لا والو، يعني الدراري كيضحيو كاملين بما فيهم من 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 الاول ديالهم حتى الاخر، حتى الريجيسور، حتى الدراري الكاميرامان، كلشي كيضحي. مي الا كنت غادي نتعذب واحد الفتره قصيره ويكون من وراها مردود، مردود احسن من انني نبقى معول على واحد الجهه معينه ولا واحد الجهه معينه وما غاديش تكون نتيجه وغادي يكون خلافات. دعم من شي جهه معينه؟ سمعنا شي حد ربما دعم الفرقه ديالك؟ اللي دعم الفرقه ديالنا هو الجمهور حاليا، اما دعم زعما مادي لا، مازال ما كاينش نهائيا، مازال ما كاينش. واخا يعني من بعد واحد مسيره كانت موفقه، جمعتي مجموعه من الكوميديين، كانت نقطة تحول في المسار ديالكم المزرعة السعيدة، يعني اللي حققت واحد النجاح كبير وشنا البارح يعني طلعت للطوندونس الحمد لله. هذا العمل ربما كيلخص هذاك المجهودات كامل اللي درتوها، فكيفاش جات الفكرة ديال المزرعة السعيدة؟ المزرعة السعيدة ولا العروض كاملين اللي كانوا ديال الكوميدي شو، فربما إلا قلت لكم شحال المدة كانت كتاخذ لنا باش أننا نخدموا كل عرض غادي تفاجئوا. فالناس اللي في الدومين كيقول لك ما تقولش باش ما تبينش داكشي محظور وكذا. لا، ماشي محظور، حنا الحمد لله عندنا واحد الطاقه ديال الكتابه وديال الامبروفيزاسيون اللي نقدر نقول لك فريده من نوعها. قوت ما حنا مولفين على بعضياتنا ومتعودين على بعضياتنا، العرض نقدر نكتبوه في اون سيمين، نكتبوا عرض ديال ساعتين اون سيمين. هادشي الا ما قلتش لك باننا في رمضان اللي كنا صورناه مع تيلي ماروك خدمنا عروض في ثلاث ايام حطينا عرض، حيت كان المفروض علينا اننا نخدموا العرض مثلا اثنين، الخميس يتصور، السبت خاصو يطلع. هذا ما كينقصش من الجوده ديال العمل؟ لا 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 لا، الجوده بلا ما نهضروا عليها في البهزه المغربيه. لا بالعكس، حنا كنخدموا على امبروفيزاسيون بزاف، وداكشي علاش بعض الناس كيقولوا لنا اش كضحكوا فوق لاسين وكذا، غير باش يفهموا واحد المساله. حنا راه ما دايرينش داك المسرح المقنن، حنا دايرين المسرح بحال ديال الشكل ديال مسرح مصر. ربما بزاف ديال الناس كيشبهونا به، عفويه تلقائيه، وانا عطيهم الحريه اون طونك مدير فني، عطيهم الحريه فوق لاسين، يجيك الضحك ضحك، غير هو ما تصنعش. وبالفعل داكشي اللي كيوقع في الامبروفيزاسيون، فما كتكونش متوقع صاحبك كيقول لك واحد الحاجه حتى كيزيدها، فهمتيني؟ ولات عندنا هذيك هي حلاوه المسرح، هذيك هي حلاوه المسرح. وملي كنضحكوا حنا راه كيضحك الجمهور اكيد. واخا مؤخرا شفنا غياب بعض الاسماء اللي كانت وازنه في الفرقه ديالكم، وهنا الحديث على عبد القادر ياسين وعلى محمد فتيح. محمد فتيح وهيبة، انك كثرت الهضره وكل واحد اش يقول، بغينا منك انت بحكم انك المدير ديال الفرقه تعطي تقولك. يعني ربما تياترو كوميك او البومبا كوميك سابقا، فاحنا كنعتبروها اكاديميه مدرسه.
غدا نقدر ما نبقاش انا، ما يبقاش الزبايل، ما يبقاش طارق ورشيد، ما يبقاش واحد من الفرقه، وديجا كان مشى فتيح ومشات وهيبه، وباقي العلاقه ديالنا معاهم مزيانه الى يومنا هذا، وهذه كانت مساله اختيارات. بالنسبه لياسين كنا عيطنا ليه باش نردوا الصوره ديالو شويه للجماهير من بعد الكوميديا، بطبيعه الحال كان غاب واحد الفتره طويله وكان عنده مشاكل مع قنوات التلفزه المغربيه، وعيط ليه وخدمنا مجموعين. من بعد اختار انه يخدم مع شركه انتاج وحده اخرى، ودي حريه ديال الخلاف. لا ما كاين خلاف نهائيا، هذا الخلاف ربما بحال كنحس كاين شي ناس كي ما كرهوش يكون خلاف، يكون خلاف. فانا كنظن لو انه كاين خلاف كان هو اول واحد غيخرج يقولها. اكيد. واخا رضوان، رجع معك واحد شويه اللور، الجمهور المغربي من بعد كوميديا تعرف عليك من خلال بعض الخرجات اللي كانوا قاصحين بزاف. رضوان كان كيضرب شي بلايص قاصحين بزاف، وربما كانت تخلق لك مشاكل. من بعد رضوان خدا واحد التوجه اخر، شنو وقع بالضبط؟ هي ماشي من بعد كوميديا، انا خريج برامج كوميديا في 2010، كنت نيت مع ياسين وعبد القادر الله يرحمهم، الله يرحم عبد القادر. من بعد كوميديا ملي كتخرج كتعرف باش مقوفله، كاينه راسيه راسي خاصك تقاتل على راسك. ديجا هضرنا في هذا الموضوع قبيله بطبيعه الحال، ديال انك خاصك تحفر لراسك طريق. بغيتي التلفزه المغربيه راك عارف الدومين ديال خاصك، ما هي ما لونها كود بيستون كذا وهادي، وتقدر تصدق لك واحد في المية بدراعك. سينو كان اليوتيوب ديك الساعه هو المنبر الوحيد اللي نقدر نخدم فيه، تقول فيه داكشي اللي بغيتي بالطريقه اللي بغيتي، والجمهور هو غيختار واش يبغيك ولا ما يبغيكش. يعني مساله جاتني زوينه، التلفازه صغيره ديالك في الانترنت. فقررت ديك الساعه ندير برنامج سكيزوفرين، غير هو ما كانش القصد هو انني نخرج ربما كما قلت نضرب القنت هنا ونضرب القنت هنا، كان القصد هو انني ندير واحد الكوميديا ساخره نوار سوداء، واحد شويه كتناقش واحد المواضيع حساسه، ربما ما نفوتوش الحدود كما كنقول او الخطوط الحمراء، مي او موان نكحزوها واحد شويه. وداكشي اللي وقع نيت، والحمد لله زعما كنقول بانني نجحت في هذه المساله. غير هو من كلشي ولا كيهضر في الانترنت، كلشي ولا كيهز التليفون ولا السب والقذف، انا اختاريت اني نرجع للور، سيرتو من بعد سميتو المحاكمه اللي كانت مع ياسر عمري. فين وصلت القضيه؟ سالت بطبيعه الحال القضيه في الاول ربحنا حنا، من بعد عاود دعانا ربح هو، ودي مساله عاديه ما يمكنش مواطن يربح مسؤول سياسي في البلاد، حتى ربح هو عدد الناس. ما كانش التواصل بيناتكم هكا في الهاتف ولا ما دخلوش عمري؟ كاين تواصل نهائي، كاين الناس اللي قالت دخلنا في امريكا وكذا وهذه وهذه، بعد كوا الموجه ما عرفش بالضبط. مي كنقول انا كان الهدف هو انه يربح عادي، سمحت لك سمحت لك انا جبت لك ودنا ما نبقاش تعاود مره اخرى. بام حيت كاين شي واحدين تيقولوا رضوان كان كيقلب على مواطئ قدام وكيحاول يضرب شي جهات كبيره باش انهم عيطوا ليا وتفاهموا معاك. لا كيقولوا باع الماتش بزاف. فالمشكل اللي كاين عندنا في هذه البلاد هو لا هضرتي انت بطل وحنا معك، الا تشديتي وهو اللي جابها في راسو، الا سكتتي بعتي الماتش، الا سكتتي يعني ديما معرض لانتقادات ما عندك كي دير. اذا فغدير لو بي ديال قدامك، الاهداف ديالك تخدم، ما تسوقش وما تسمعش لهنا لهنا. حيت انا هذه المساله اللي حطيتها في الاول ما كنتش كنسمع تبيع الاجل، ماشي حتى كيقولوا لي الناس تهضر على هذا الموضوع ولا موضوع. انا واحد الراي ديالي كنعطي كمواطن مواطن. بعض المرات انا فنان، ولكن بعض المرات كنخرج من الفنان كنولي انسان، كنعطي الراي ديالي، ماشي تيقول لي هذاك موضع طيل هذا ولا موضع كذا. وزائد مساله اخرى اللي خلاتني انني نحبس ربما برنامج سكيزوفرين في هذيك الفتره، باقي نرجع ليه ان شاء الله الموسم الرابع بطريقه جديده بجمهور جديد وبشكل جديد. اللي جعلني نحبس هو انه ما كاينش شي موضوع ما هضرناش فيه، ما كاينش شي موضوع ما هضرناش فيه، نبقاو نهضروا نبقاو كذا. عرفت السياق انا كنا كنوعيو اكثر ما كنصاري. نقطع لك مؤخرا، شفنا بزاف ديال الناس اللي ولا اي واحد يهز التليفون جيب يا فمو قول، كاين اللي بغى لعبه كبيره كما تنقولوا بغى يدخل في المؤسسات، وكاين اللي وصل للفوق كاع ولا ما كنظنش بان هذا الشيء هذا ربما خصو واحد التقنين، لان ما يمكنش حنا في بلاد كتحكم مع القوانين والمؤسسات، ما يمكنش اي واحد غينوض يبدا يهضر. دابا هو مزيان يكون تقنين، متفق معك، غير هو التقنين خاصو يكون على كل شيء. وانا بطبيعه الحال فما يمكنش نستثنيو شيء ونخليو شيء عاوتاني، حيت حنا المشكل اللي عندنا في القوانين في المغرب، فدائما كنلاحظوا بان الحكومه كتحط شي قانون اول مصلحه كتشوف فيه هو مصلحتها، ما يقولش شي واحد انا مواطن ولا الناس اللي صوتوا عليهم ولا شي حاجه، اول واحد كيشوف المصلحه ديالو هما، فهمتيني. فمثلا حنا نهضروا على مول كاسكيطه،
مول كاسكيطا مثلا نقولوا دار واحد الفيديو غلط ووصل لواحد الحدود اللي ما خاصوش يوصل ليهم وكذا، وصل الشعب المغربي ووصل المقدسات وكذا وكذا، مزيان دار خطا. وحنا كنشوفوا ناس سياسيين دابا مؤخرا مثلا خرجوا لك كيهاجموا الشعب وقال لك غنشدوا مدرسه كاع ديال التربيه. هذا هو هذا هو جريتني نفس السؤال اللي بغيت نسولك. يعني اخ النوش ربما في ايطاليا خرج بواحد التصريح اللي كل واحد كيفاش فسرو، هو ربما اللي مفهوم انه قال الاب الروحي، الاب الروحي قال بان هذوك الناس اللي كيهاجموا المؤسسات، هنا قصد مباشره يعني المؤسسه الملكيه، كاين شي واحدين اللي طاولوا على المؤسسه الملكيه، قال بانه خصهم يتعاودوا في الترابي. باش نتجمع في هذه القضيه، لو كان ماشي بهذه الطريقه اللي تقالت، قال انه فوق القانون خاصهم يتعاودوا في الترابي. هذا هو الخطير في الامر، هو انه لو انه يتعاودوا في الترابي القانون راه بطبيعه الحال راه تخلق للجميع، تخلق انه باش يربي هذا ويؤدب هذا ويعاقب هذا. وقال لك اون باراليل مع القانون خاصهم يتربوا، وهذه المساله الخطيره. انا مازال ما فهمش السياق، يعني ما عرفش بالضبط التوجه اللي قال، كل واحد كيفاش كيفسرها، ما كرهناش هو نيتي خرج يفسرها، مي المغاربه كعاود اللي فهمت هو ان اخ نوش ربما هو الطاول على القانون، لان انت الدور ديالك كسياسي هو التوعيه والتاطير، هذا هو هذا الدور ديال الاحزاب. كاين مؤسسات اللي هي قضائيه هي اللي عندها الحق انها تربي عباد الله اللي خالف القانون. السلام عليكم، في اطار القانون، في اطار المساطير اللي عليك واللي حقك البراهين. دونك واقيلا زاد اللسان كلفاتو بشيء كثير. هذا هو السياسه باش خطيره في سيرتو الدول العربيه وكذا، هو انه سياسيا ما كانش كيوزنها مزيان، كلمه واحده تقدر شي بحال بن كيران. بن كيران تا هو دار زلات، تا بن كيران دار زلات تبارك الله. وخرجوا للمزرعه السعيده، يعني العرض الاخير اللي كان على الحد في مسرح عبد الخميس، شفنا واحد المقطع من المسرحيه اللي ضمن مشاهد جريئه بزاف، واللي من خلالها حاولت انكم تناقشوا واحد الظاهر اللي ولات دابا دايره البوز الروتين اليومي. كانت فيها واحد الجراه زائده، انت تفاعلتي معها بطريقتك، كيفاش كان رد الفعل ديال الجمهور في المسرح؟ الجمهور راه يستري ديال الضحك، زعما الناس اللي ربما واخا الكاميرا راه ما كتنقلش الاجواء 100%، مي المسرح الحمد لله. اول حاجه تحيه للجمهور الرباطي، للجمهور السلاوي والنواحي، كاين اللي جانا من طنجه يتفرجوا في العرض الاخير ديال المزرعه السعيده، فحنا تفاجئنا ديجا بالعدد الجماهيري وتا التفاعل. فهذاك الموضوع من درناه فوق لاسين ما توقعناش النجاح ديالو، وديجا حنا خدمناه في ميم باتر واجر قبل، حيت موضوع ديال الساعه ودي المساله اللي كنحاول انا نلعبوا عليها في العروض، هو ديما يكون طوندونس داخل ديما يكون عرض قديم، يكون عرض قديم غادي يدخل فيه شي حاجه ضروري. فمن هضرنا على موضوع ديال الروتيني، كان كله ديكاك، كله ضحك هيستيري. حنا من هضرنا على الموضوع ما كنحاولوش اننا غير باش نركبوا على الموجه، مي حاولنا نعالجوه بواحد الطريقه ديال كيفاش الباديه غيتعاملوا مع هذا الموضوع ديال الروتين، حيت راه وصل لكلشي دابا، اكيد راه الكبار والصغار كلشي تفرجوا. زائد انا نوجهوا بان راه الروتين اليومي راه ماشي هو غير بوحدو اللي خاصو يطلع للطوندونس، وهذا مشكل. حنا كنحييهم هذيك الحريه ديالهم، مادام انهم كيتخلصوا من لاشين الله يسهل عليه، ف 100,000 دير اللي بغيتي في لاشين ديالك، ولا تشفر ولا تكريسي ولا دي حق ديال الناس. يعني كيبقى التحفظ على الطريقه، تحفظ على الطريقه اللي هي فيلغار شويه، حيتاش كاين وليدات الصغار اللي كيتفرجوا، كاين كذا وكتشوف عاوتاني بعض المرات كدير ربما شي منتوج فني اللي كتخسر عليه فلوس ما غطلعش. دابا بغيت نفهم هذه المساله ديال هاد الطوندونس وداكشي، يعني كتمشي كدير واحد الماده بجوده عاليه، موضوع اللي كيهم الناس، كتقلب في ليفي كتلقى عدد ضعيف، كدير تخربيقه وشي شوف شي واحد، كدير تخربيقه كتطلع بالزربه. واش مشكل في المشاهد ولا في من؟ انا براسي بغيت نفهم هذه المساله باش ما نكونوش منافقين، راه المشكل فينا حنا، حيتاش راه ما يمكنش فيديو يطلع الا ما شتيهش، اكيد فهمتيني. دابا ملي كتدخل لي كومونتير غتلقى سبان، جيم با، لعل كسر دا، ولكن كتشاف صافي، كتشاف فضول بحال نقولوا مثلا فيلم اباحي ولا موقع اباحي. اللي سولتي حنا ضد، ولكن راه المغاربه راه متصدرين، عايشين واحد سكيزوفرينيا، متصدرين سكيزوفرينيا ديال احنا المساهمين في ان ديك لاشين طلع ولا داك المحتوى يطلع. زائد كاين الناس اللي كيبغيو ربما يعرفوا علاش كيهضروا، كيسمع في الشارع روتيني اش كيهضروا، دوري نشوف تاكي دخل وكذا، هذه ديال انه يكتشفوا كذا وهذا. فكنظن بان زعما المشاهد المغربي هو المسؤول على اي واحد طلع الطنطو. وفي هذا الاطار يعني شفنا بعض الحملات اللي استهدفات بعض الناس في حياتهم الخاصه
لدرجه انك يكون مشكل عائلي ولا كل شيء كيعلق فيه وكل شيء كيسمح لراسو انه يتدخل في الحياه الشخصيه ديال الاخرين. هنا النموذج مثلا ديال قصه مسلم مع امل صقر، عادل ميلودي مع ولاده. هو حنا مثلا في امل صقر ومسلم كنا خدينا واحد شويه ديال السخريه ودرنا واحد الحلقه ديال الشاش. انا كنقول ما فيها باس انه يكونوا زعما بحال هكا سكيتشات او لا زعما قفشات بحال هكا، مي ندخل في الحياه الشخصيه ماشي سوقي، ماشي سوقك، ماشي سوق اي واحد. زائد ان ولات واحد المساله هي خطيره، هو ان شي واحد كان عنده مشكل مع شي واحد كيخرج للفيسبوك وكان الفيسبوك ولا ياخذ لي حقه وكان ان الفيسبوك هو القاضي وكان الجمهور كتب ليه جيم بزاف وكذا وهادي راه صافي راه معاه. لا لا كاين قضاء. يعني ملي البارح شفنا في المحاكمه ديال العديد ميلودي مع ولادو، يعني الالاف ديال الناس والناس كتسب فيه، وفعلا ان مشكل بينه وبين ولادو. واخا هاد الالاف الناس وكذا تلقاهم في المحكمه حدا من كاسكيطه مثلا او حدا المهداوي او حدا هذا او حدا صافي. كاين ناس يشدوا وحده قالت لي المره جايه من اوروبا باش تشهد. مشكل فعلت خير مشكل كذا ولادو واش وصلت الامر للقضاء؟ السلام عليكم. كاين القضاء، كاين لا دي ان، كاين كذا، غيبين كل شيء. سينو ما عرفتش انا، ربما تكون حسابات اخرى. انا تيبان لي مواقع التواصل الاجتماعي بصفه عامه يعني خربقات المشهد العام في المغرب. بس علينا لان ولينا كاين شي مواقع كيهضروا في الفراش بزاف. كاين شي مواقع اخباريه ولا دابا كتدخل الفراش؟ انا كنشوف الرجال كيخرجوا كي زوجاتي وجدتها في موقع اباحي، زوجاتي ما شاء الله. لهذ الدرجه الناس ولات كتهم الفلوس قدر ما كتهم مبادئ قيم مجتمع. لقاو حتى هما الناس باغا تفرج في هادشي، فهمتيني؟ زعما انا ما كنظنش انهم يديروا هادشي اعتباطيا، لولا هو ماشي مساله غتكون موجهه 100%. يعني ما نشوفش في هذه السياسه ديال او الفكره ديال المؤامره، مي لقاو الناس باغين هادشي، باغين الفضيحه، باغين الشهوه، باغين عرفتي بحال هادشي. بحال كتكون غادي شي شارع وكتلقى شي جوقه كتبغي تطل، ما غاتفوق ما غاديش تمثيل صافي، كتطل كتشوف كتمشي بحال. فهاد الجوقات هما اللي كاينين في مواقع التواصل الاجتماعي. جوقه هنا، جوقه هنا، نجمعوا من هنا نطلقوا واحد شي جوقه. باقا الجوقه ديال عادل الميلودي اللي بغاش تفرق. الذوق العام واش هبط؟ الذوق العام هاي هو طاح سي نورمال، حيت شي كيتاثر بشي، فهمتيني؟ واخا يكون انت عندك واحد حيت دابا انا ندخل طوندو شنو نلقى؟ لا نلقى فيه ولا نشوف. دابا انت مثلا الى فكرتي واحد النهار بغيتي دير شي عمل، واش غتفكر انك تقلب على الابداع او تقلب على ما يرضي المشاهدين؟ هو حنا دائما زعما نكون معك صريح، حنا كنحاولوا نلعبوا فيهم بجوج باش ما نبداش نقول لك لا على الابداع ولا نلعبوا بهم جوج. خاصك تلعب على الوترين جوج. كنبدعوا بطريقتنا، كنعطيو مجهدنا، ولكن لاعبين على ما يوجد في السوق. حيت هذا هو الفنان بالنسبه لي الكوميدي بالاخص، خاصو يناقش كاع المواضيع بدون استثناء، وخصوصا اللي كاينه في لا توندونس واللي كاينه في زعما في اليوتيوب. واخا تكون تافهه راه حنا هضرنا على الروتين وكيف طريقتنا، المهم كيفاش غنوصلوا الميساج هي المهمه، هي المهمه وبطريقه مبدعه. رضوان، يعني كنشوفوا صراحه اعمال زوينه ديال المبدعين الشباب الكوميديين، ولكن للاسف ما كتلقاش بلاصتها في التلفزه المغربيه في الوقت اللي كان الجمهور كله تيعاتب على الحموضه وعلى 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 سيناريو. كعرف علاش رضوان باقي ما لقاش بلاصتو في التلفزه المغربيه؟ زعما هذا السؤال هذا والله ما كانش يتوجه للتلفزه المغربيه. حنا كنحاولوا ما امكن اننا زعما اون اتونتو كنخدموا في اليوتيوب، كنتقاتلوا، كنديروا منتوج من جيبنا الخاص، الجمهور بطبيعه الحال اللي كيدعمنا ملي كيدخل يحضر، مازال ما كاين سبونسور لا والو. كنأملوا واحد النهار انه درنا زعما اعمال اللي في الانترنت اللي جابت ملايين ديال المشاهدات. حاجه واحده اللي عندنا ربما مختلفه هو اننا كنديروا دي ميساج، فهذا هو اللي بغينا نوصلوه للقنوات المغربيه، هو انه يخليو مجال شويه للسخريه، الضحك فقط كذا. كنعرفوا ليه حنا راه ابطال في الضحك، ولكن كان دائما عندنا داك الفيس ديال كنبغيو نلوحوا دي ميساج ورسائل ونعالجوا مواضيع اجتماعيه. وكان انا متفائل بانه غتكون بلاصه عندنا قريبا ان شاء الله في احد القنوات المغربيه. انا تيبان لي واحد المساله، القنوات المغربيه قوليو باش انها تعاقب بعض الكوميديين ولا كل ما بغيكون هذا العمل تعاقبهم بهذه الطريقه انها تحرمهم ما يدوزوش في التلفازه، راه الميساج كيدوز كيدوز، غيدوز برا الانترنت غيدوز، علاش ما تكونش برا الانترنت؟ وكيلقى تفاعل كبر ربما التلفازه، لان اغلبيه الناس كونيكتي من التليفون والتلفازه ولات كتوجه للانترنت. علاش دابا ما نحاولوش نلقاو واحد الصيغه توافقيه تفقوا على التكست؟ لان ما يمكنش كلشي غيدوز التلفازه، لان كاين واحد الجمهور راه شي وكاين 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 معقوله، ونضمنوا لكاع
تكون واحد مبدا ديال تكافؤ الفرص بين كاع الناس، ماشي واحد فئه كنلقاوها دائما محتكره الشاشه نفس الوجوه، لا في البرامج لا في الاعمال التلفزيونيه لا في لا في لا في الشيء. المساله اللي قلتي هذه زعما معترف بها وهي اللي خاصها تكون، هو انني ما يمكنش نخدم شي حاجه الا بغيت نخدم واحد الحاجه نخدمها تابعه لكيد شارج ديال داك البروجي، فلا من ناحيه الكلمات لا من ناحيه التصوير لا من ناحيه اي حاجه لا المواضيع، غير عيطوا لينا وحنا موجودين زعما اي حاجه نيغوسيابل كما كنقولوا. هذا الموضوع ما بغيتوش، هذا الموضوع ما بغيتوش، ما نهضروش فيه، راه باينه يعني بين المواضيع ديال التلفاز وبين المواضيع ديال الانترنت، فغادي نحترموا بطبيعه الحال كيد شارج، نحترموا المؤسسه اللي عيطت لينا، نحترموا شنو بغات وشنو ما بغاتش، هذه كنفهموا. وانا ديجا كنت خدام مع كيفاش في برنامج زعزع، يعني عارف توجه ديال ديك الجريده ولا ديك الخط التحريري باينه. فكذلك حتى لي جورناليست تما كيكتبوا راه عارفين الخط التحريري ديالها، اشنو اللي نقدروا نناقشوا شنو ما نقدروش نناقشوا، هذه مساله عاديه، غير يعيطوا لنا يعطونا فرصه وحنا راه موجودين ان شاء الله. نتمنوا الخير. رضوان، شكون في الاعضاء ديال الفرقه اللي كيضحك رضوان بزاف؟ فرقه ديال تنقول واحد القضيه، ربما انا المدير الفني ديال ليكيب وزعما رئيس الفرقه، وربما انا كنحط الفكره ديال العروض مثلا وكذا، غير وانا فاتح الكتابه ليكيب كامله، حنا كنكتبوا مجموعين، عندنا فكره جماعيه كلشي جماعي، فهمتي، كنخدموا مجموعين كنوضوا امبروفيزو مجموعين، باش نقول لك انا واحد فيهم كيضحكني ما نقدرش نقول لك انا تخليلك الدراري كاملين. انا اكثر واحد كنضحك فيه المخا، نقدر نكون انا حاط الفكره من الاول وكذا، وكاين فوق لاصين كنستمتع. يلا حتي تا اشرف عبد الباقي ملي كيكون مع ليكيب راه كيضحك فوق لاصين، واخا هو راه معاهم وكاس معاهم كذا، كيضحك ماشي كيدير بالعافيه. يعني كتستمتع وكتعيش اللحظه. كنستمتع، انا كنعيش اللحظه سير سين، وكنفرح بزاف زعما وفخور بليكيب كامله ديال تياتر كوميك، من واحد واحد كيديروا مجهود اللي زعما كبير، وديجا صبروا مده طويله وحنا بدينا مشروع جديد وباقيين صابرين، حيت تايقين في هذا البروجي ان شاء الله ينجح. واللي مهم هو ان كل شيء شي يدعم شي، وما يبقاش فينا داك الصراعات الخاويه، ماشي كيحيط داك الشيء من تحت. اللي كنتمنوا ان يعني كل شيء كاع الفرق الكوميديا انهم يدعموا بعضياتهم ونعاونوا، ما يكونش هذا عدو ديالي ولا هذا خصم ديالي، نعتبره زميل ديالي، تكون منافسة شريفة. هذا هو اللي كون. أنا عندي كونتاكت مع الدراري ديال الإموراجي زعما وصحابي وكذا وهذه، وكيجيو يتفرجوا فينا في العروض ديالنا كنتفرجوا فيهم زعما. هاد المسألة ديال حيت دابا كاين شي وحدين اللي هما اللي كيبغيو يخلقوا هاد المسألة في مواقع التواصل الاجتماعي، هادو ضد هادو، وكاينة واحد العداوة وكذا، كيف ما دايرين لي دابا أنا وياسين وكذا، ما كاين والو، ياسين اختار أنه يخدم مع أون بواط برودكسيون واحدة أخرى، الله يسهل عليه. أكيد. حيت حنا كنا خوت قبل ما نكونوا زملاء عمل. ما غاديش نفرض عليه انا نقول لا بقى معنا ولا كدا. حتى لو كان مشكل رضوان، حتى لو كان مشكل نحاولوا نجمعوا ما شتوش. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. لا كاين اللي كيبغيو يتفرجوا، كيبغيو يتفرجوا في كذا، وخرج رد عليه وخرج كذا وخرج. الله يديم خلق. امين. رضوان، الى رجعتك واحد 10 سنين للور، شنو الحوايج اللي ما تمناش تعاود ديرهم؟ الحوايج اللي ما نتمناش نعاود نديرهم، شي حاجه ندمتي درتيها وما عجبهاش؟ هو بيني وبينك زعما انا ما ندمت على حتى شي حاجه، الحمد لله اي حاجه درتها تعلمت منها بزاف ديال الحوايج، سلبيه ولا ايجابيه، وهذا المسار اللي دزت منه انا فخور به بزاف، بالزوين فيه بالخيب. كاين شي حوايج اللي كانوا بغا يطيحوني زادوا قوه، وني كاين الحوايج اللي كيبغيو، وانا ديما متعرض للمساله، انا مولف اخبارك، ولا عندي واحد مناعه، واحد المناعه كبيره ضد هذا الشيء. كنقول نتكونسونطر على داك الشيء اللي باغي نوصل ليه، وغنوصل ليه ان شاء الله الرحمن الرحيم، الا كانت النيه حسنه مع رضاه الوالدين، مع ما تاكلش شي واحد في رزقه، وما زعما ما تاديش شي واحد. كنقول غنوصل، انا ماشي انسان متدين ولا نقول انا فقيه ولا شي حاجه، مي فاهم هذا المنطق، هذا رباني الوالد والوالده، فما ندمش على شي حاجه دوزتها قبل. الا كانوا شي حوايج يكونوا صغار فقط، ماشي شي حاجه كبيره، ودائما زعما بقيت على نفس المبادئ، ربما تغيرت الطريقه، وهذه مسألة اللي خاصو يفهموها الناس، هو انه ممكن توصل الميساج بالطابلو، بموسيقى هادئه، بفيديو مباشر، مسرحيه، فيلم، راه لي ميساج كيوصلوا بزاف ديال الطرق. الغيوان كانوا كيدوزوا ميساجات بالغناء بلا ديريكت، غير هو ماشي وصلت انا نبغي نضحي، حتى تشوفني مثلا في الحفله تقول واه هذا السيد كان كيهضر وكذا كذا، وما يعرفش على حتى واحد لي جيم كانت كدار هكا في هذا الوقت، دابا حاشاكم ولات كدار الصباح الوسطاني، فيها جيم وفيها كل شيء في راسك. واخا اخوان، امنيتك ان شاء الله في المستقبل الايام، شنو الحوايج اللي تتمنى تحققهم؟ طموحاتك؟ بصراحه طموحاتي كبيره، انا هو اللي كيف بطبيعه الحال ديال تياتر كوميك، كنتمنى دائما ان نبقى عند حسن ظن الجمهور اللي كيتابعنا،
كنتمنى طبيعة الحال زعما يكون عندنا مستقبل انا وليكيب، حيت عندنا واحد شي اي واحد في ليكيب غتسولو علاش كدير هادشي غيقول لك عقب الوالدين. اكيد نجيك من الاخر، واحد الى الاسره مورا، عندنا واحد كل واحد اسره وراه كيحاول انه يخدم عليها ويفرحها زعما فهمتي، يدير شي حاجه اللي حيت عام واحد دابا تيشوف فنان تيسحب راه الفلوس والطوموبيل والحاله، كاين ناس اللي عايشين وضعيه شويه صعيبه. ولا جينا ندخلوا في التفاصيل راه تلقى راه مشكل، الا دخلت في التفاصيل كيفاش درتي الطوموبيل، كيفاش درتي هذه الكريديات وشنو بعتي وكذا، راه مشكل مشكل كبير. نهار يشوفوني درت قصر يقولوا باع الماتش، غندير قصر في شي قنت وشي طوموبيل ما كاينه ديك الساعه يقولوا باع الماتش. شكرا لك بزاف على التواصل ديالك، نتمنى لك ان شاء الله مسار موفق و شكرا بزاف، والقادم يكون ان شاء الله جميل واجمل ان شاء الله. مشاهدينا كنشكركم على حسن المتابعه ديالكم، وكنضرب لكم ان شاء الله موعد لاحق مع ضيف اخر. الى اللقاء، سلام. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.